مشاهدينا حيث أعرب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق عن أسفه لمحاولة التطبيع العربية مع إسرائيل مجددا رفض حركته أي صلح معها باعتبارها العدو الأول. وقال أبو مرزوق في مؤتمر صحفي بمقر حركة مجتمع السلم بالعاصمة الجزائرية: نحن ضد الاعتراف وضد التطبيع وضد أي نوع من أنواع العلاقات مع هذا الكيان، داعيا الدول العربية إلى قطع جميع العلاقات مع إسرائيل. كما تطرق أبو مرزوق إلى علاقات الدول العربية بإيران وأوضح أن هناك بوصلة عربية في غير محلها باعتبار إيران العدو الأول، معتبرا أن إسرائيل هي العدو الأول، أما إيران فيمكن التحادث معها والتوافق معها وفق تعبيره. وبشأن مبادرة سيسي مصر من أجل إقامة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أكد أبو مرزوق رفضه إقامة صلح دافئ مع إسرائيل، وقال أن أي تحرك في هذا الاتجاه يجب أن يكون ضد عدو اغتصب أرضنا مجددا دعم حماس لكل جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية. دكتور زيادة، إذا حركة حماس أعلنت رفضها لأي صلح أو لأي محاولات للتطبيع العربية مع إسرائيل، يعني إلى أي مدى يمكن أن تصل عملية التطبيع العربية مع إسرائيل، وما الذي استثار حركة حماس في هذه اللحظة؟ أعتقد أن الإسرائيليين لا يخفون أن هناك علاقات من تحت الطاولة وهي على وشك أن تكون فوق الطاولة مع بعض البلدان العربية هنا وهناك. التطبيع الآن في المرحلة الحالية ربما يكون دافع لدى بعض الدول العربية المتسترة الآن ببعض الشيء، ببعض الثياب، ببعض ما تبقى عليها من ثياب، تحاول أن تتستر، لكنه واضح من الواضح أن هناك اتجاه للاستقواء ربما بإسرائيل أمام أعداء بين قوسين إقليميين موجودين في المنطقة. ربما تستفيد منهم هذه الأنظمة العربية في مواجهة أولئك الأعداء بين قوسين، ومحاولة ربما الاستثمار في علاقات اقتصادية، علاقات تطبيعية من قبيل ما رأينا هنا وهناك. يعني وللأسف أنه بعض أشكال التطبيع هذه التي بدأنا نلمسها ونشم رائحتها من أنحاء مختلفة من العالم العربي بتشجيع ربما من السلطة الفلسطينية نفسها. يعني عندما تستقدم أو تشجع السلطة الفلسطينية الرسميين العرب وغير الرسميين العرب للحج إلى الداخل الفلسطيني دون أن يكون شعار أولئك الحجاج وتحرير فلسطين، هو نوع من التطبيع. التطبيع تحت ستار الفن أحيانا، كما رأينا في مؤخرا عندما استقدم أحد الفنانين إلى منطقة رام الله وتم تصوير للأسف مع بالضبط، وآخرين ربما على شكل ما حصل من بعض الشخصيات السعودية عندما استقدمت إلى فلسطين وتمت مجالستها مع ربما إسرائيليين آخرين. إذن هناك في محاولات حقيقية لدى بعض الأنظمة العربية للخروج الآن إلى السطح في علاقاتها مع الإسرائيليين. هذا ما حذر منه أبو مرزوق، وأعتقد أنه هذا يثير قلق كل الفلسطينيين الأحرار على فكرة. طيب، دعنا نشرك معنا سيد مصطفى الصواف الكاتب والمحلل السياسي، ينضم إلي من غزة. أرحب بك سيد الصواف. إذا هل بالفعل يثير هذا التطبيع العربي مع إسرائيل كل الأحرار الفلسطينيين والعرب أيضا في هذا التوقيت بالذات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك والمشاهدين. نعم، أعتقد أن كل حر، كل إنسان شريف، كل إنسان يشعر بالمسؤولية يتأثر بشكل كبير جدا من هذا الذي يجري على المستوى العربي. مع الأسف كان الأولى بالعرب أن يكونوا إلى جانب الشعب الفلسطيني وإلى القضية الفلسطينية، لا أن يكونوا جسرا لعبور الاحتلال الصهيوني إلى تخوم بل إلى أعماق هذه الدول. وهذه الزيارات التطبيعية التي يقوم بها البعض ممن هم على معرفة بطبيعة نظامهم بل مقربون إلى أنظمتهم يقومون بمثل هذه الزيارات، ومع الأسف كما أشار ضيفكم أنها تجري عبر دعوات فلسطين، وهذا شيء محزن جدا. السلطة الفلسطينية نعلم ما الذي تقوم به، والجميع يعلم الدور المنوط بها، ولكن هل أصبحت كل الأنظمة العربية تمارس نفس الدور الذي تمارسه السلطة؟ هذه جريمة، وربما
هناك أنظمة عربية الآن تسعى جاهدة لإقامة علاقات وتطبيع ما بين البلدان العربية وبين هذا الكيان الغاصب لأرض فلسطين. بأي أساس؟ على حساب الشعب الفلسطيني وحساب القضية الفلسطينية. نعم. طيب دكتور الصواف، ما الذي قصده الدكتور موسى أبو مرزوق باعتبار بالدعوة إلى اعتبار إسرائيل هي العدو الأول وليس إيران؟ بكل تأكيد إيران ليست عدو لا للعرب ولا للمسلمين، حتى وإن اختلفنا معها وحول أهدافها وحول ما تسعى إليه، ولكن يبقى العدو الأساسي الذي يحتل الأرض ويطرد أهلها ويرتكب الجرائم هو الاحتلال الصهيوني. الاحتلال الصهيوني لا وجود له أساسا في هذه المنطقة، فلذلك هو مغتصب، فلذلك هو عدو مشروع. الاحتلال الصهيوني أكبر من الأرض الفلسطينية. لماذا ينظر العرب إلى ذلك؟ هل يعتقدون أنهم عندما يطبعون مع الاحتلال سينسى الاحتلال مشروعه القائم على من النيل إلى الفرات؟ هل يمكن اعتبار ذلك غزل تجاه إيران من قبل حركة حماس؟ شوف، حماس لم تقطع علاقاتها مع إيران، وحماس ليست في واردها فقط لمجرد المناغمة، هي تتحدث عن مبادئ وقناعات لديها. صحيح هناك خلاف مع إيران حتى على مستوى حركة حماس وعلى مستوى العالم العربي، ولكن إيران ليست عدو. إيران صحيح نختلف معها، نعترض على سياساتها، ننتقد تدخلاتها وجرائم ترتكب بحق الشعب الفلسطيني والمسلم والعربي، أعتقد أن هذه مسألة لا خلاف فيها، ولكن ليس إيران هي العدو. إيران إذا صححت مسارها صححت أهدافها، بنت استراتيجية تعاونية قائمة على أساس العلاقات الودية ما بينها وبين العالم السني، لا أعتقد أنها عدو. أشكرك جزيلا السيد مصطفى صواف الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من غزة، شكرا جزيلا لك. دكتور زيادة، إذا صححت مسارها، ولكن من الواضح أن إيران، يعني كما يرى كثير من العرب اليوم، بأن إيران هي الخطر الداهم، وكله باسم القضية الفلسطينية وباسم مناصرة الإسلام وما إلى ذلك، بينما إسرائيل عدو واضح. يعني أليس موقفا غير واضح من قبل حركة حماس اليوم؟ يعني هو في الحقيقة لا شك أن العدو الذي اعتاد عليه العرب والمسلمون طيلة 50 عاما أو 60 عاما منذ العام 1948 وحتى اللحظة هو العدو الصهيوني. العدو الصهيوني مثلا في دولة احتلال اسمها إسرائيل. ما عدا هذا الجسم لم يكن في عراقة من العلاقة التصادمية مع سواء كان حالتنا الفلسطينية أو حتى حالتنا العربية عموما. الآن طرأت مؤخرا بعض التطورات التي دفعت بالحالة العربية والإسلامية عموما إلى الاصطدام وتشكيل حالة من التناقض بين أقطاب الأمة الواحدة. نعم، وربما لكن أنا أخذ ربما على من يقول أنه هناك انحراف في البوصلة نحو إيران. أنا أرى أنه هناك انحراف في البوصلة من الجهتين ليس من جهة واحدة. يعني أنا لا ألوم الأمة العربية عندما تقول أنه والله إيران عدوة، لأن إيران تبدي شراستها في العلاقة مع الأمة العربية للأسف، تحتل يعني والشراسة هاي تبدت للأسف مش مع النظام الرسمي العربي، يعني مع النظام الرسمي العربي. نحن نعلم عموما على خلال العقد السابق ربما أو عقدين سابقين كانت هي على خلافات مع بعض الأنظمة العربية في المنطقة عموما، لكن المشكلة الآن أن إيران في عداء مع الشعوب العربية، مع ممثلي المقاومة العربية، مع ممثلي الربيع العربي، مع دعاة الديمقراطية العربية. هذا المشكلة. المشكلة أن إيران عندما نقول أن هناك انحراف في البوصلة العربية، لا، هو إذا أردنا أن نتحدث عن انحراف في البوصلة لابد لأخونا أبو مرزوق أو غير أبو مرزوق يتحدث بأن هناك انحراف في البوصلة من كل أطراف. لا ينبغي لإيران أن توجه بوصلتها تجاه شعوب عربية في الوقت الذي لم نرى فيه صاروخا قفز باتجاه ربما القدس على سبيل المثال، ولم نرى فيه ربما ضابطا أو حرسا ثوريا موجود على
في 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 مقاتلا ربما مع حزب الله في اثناء المعارك في 2006 او حتى في قطاع غزه عبر ثلاث حروب لم نرى ضباطا من الحرس الثورة او غيره. لذلك ما نقوله يبحث عن القدس لذلك في كل مكان لذلك عدا القدس. لذلك ما نقوله ان هناك انحراف في البوصله للاسف من كل اقطاب الامه، هناك انحراف على إيران أن تصحح بوصلتها الشعوب العربية ليست عدوتها، ينبغي أن ترفع تراسلتها العسكرية عن الأمة العربية، وفي المقابل أيضا ليست إيران عدوة العرب حتى يوجهوا سهامهم نحو إيران. الآن هما الاثنان الآن يتعاركان للأسف في لحظة اصدام تاريخي، ينبغي العودة عن هذا الاشتباك إلى الخلف قليلا والتفكير مليا بأن عدونا في الفعل هو العدو الإسرائيلي، وأن يقف كل عند حدوده. العرب لهم مطالب، الشعوب العربية لها مطالب، المقاومون العرب لهم مطالب، الديمقراطيون بين قوسين العرب، دعاة الديمقراطية العربية لهم مطالب، ومن حقهم، من حقهم في سوريا، من حقهم في لبنان، من حقهم في مصر، من حقهم في اليمن، أن يكون لهم من يعبر عن صوتهم. الدكتاتوريات ليست صديقا لإيران، ولا ينبغي أن تكون للأسف يعني الدكتاتوريات صديقة لإيران. ليس بشار هو من يكون صديق لإيران، وليس علي عبد الله صالح من هو صديق إيران. إيران إن أرادت بالفعل أن تصحح بوصلتها فإن الأصدقاء الحقيقيين لها سيكونون أولئك الذين ينتصروا في معركة الحرية على أرض العربية. أشكرك.